السلام عليكم. يا مرحبا وسهلا بالجميع. اهلا بكم في الموضوع الثاني من موضوع الاوبستريك اند جاينيكولوجي اللي هو البليدنج. طبعا عندنا اوبجكتيف حنمشي عليها ان شاء الله، ان اكتوبيك بريجنسي والابورشن والليت بريجنسي بليدنج والبوست بارتم هيمورج. طيب بسم الله، وزي ما عودناكم عندنا 10 اسئله، و كل سؤال في التوبكس حنحاول نتكلم عليه بريف. أول سؤال بسيط ودايركت: What is the recurrent rate of ectopic pregnancy after one episode? 10, 30, 40, 35. خلينا بس نتكلم شوي عن الاكتوبيك بريجنسي، ناخذ اوفر فيو. الاكتوبيك بريجنسي هو أي fertilization egg cell implanted outside the endometrium cavity. أي بريجنسي صار برا الاندوميتريوم كافيتي هتنسميه اكتوبيك بريجنسي. طيب the most common extrauterine location is the fallopian tube and its account يعني 96% من كل الاكتوبيك بريجنسي. طيب البيشن اللي عنده اكتوبيك بريجنسي حيجي عنده مع ثلاث أشياء اللي هو secondary amenorrhea و unilateral abdominal pelvic pain وحيجي معه vaginal bleeding. طبعا لو جاء سؤال قال لكم الـ what is the most common place in the fallopian tube that occur ectopic pregnancy، يعني في اي مكان في الفالوبيان تيوب حتلقى الاكتوبيك بريجنسي، يعني في التيوب ولا في الامبولا ولا الاسكيميك ولا في الاوستيلا. ممتاز، الامبولا هي اللي most common place في الفالوبيان تيوب اللي يكون فيه رول ectopic pregnancy. طيب بالنسبة للإبدوميولوجي، is it the leading cause of pregnancy related maternal death in the first trimester؟ هي غالبا تكون في first trimester من 4-10% من كل ال death للبريجنسي. طيب البريفالنت، إحنا يهمنا إنه يختلف بالعمر ويختلف بالريس ويختلف باللوكيشن ويختلف باللوكيشن، وموست كومن في الجامايكا والفيتنام. هذه بيكون غالبا مشكله البري تيرم، مشكله المراجعات قبل الولاده. طيب اذا سالنا سؤال وات از ذا موست كومن مور كومن ات ويتش ايج، يعني في العشرينات ولا الثلاثينات ولا في الاربعينات يجيهم اكثر. طيب هو موست كومن ات ويتش ايج، الجواب حيكون في من 25 إلى 34. ليش؟ بطبيعة الحال أكثر الأمهات يحملوا في هذا العمر، فما في مقارنة تقارن بين اللي مثلاً 1000 وحدة تحمل في هذا العمر وخمسين وحدة تحمل في بعد 30 أو بعد 40. فلو سويت مقارنة بينهم حتلاقي مهما سويت إنه هنا هتكون النسبة أعلى، لأنه هنا نسبة البريجنانسي هتكون أعلى. طيب ريسك فاكتور، عندنا أهم شيء إنه نعرف إنه ريسك فاكتور هو أي حاجة تسبب disruption of normal tube anatomy، سواء infection زي البي اي دي او surgery او congenital anomalies سواء للuterus او الفالوبيان تيوبس او tumor يسبب مشكلة في الموفمنت. طيب عندنا highest risk is associated with the history of prior ectopic pregnancy or tubal surgery، اي واحدة عندها history للectopic pregnancy او tubal surgery هذه نقول لها عندك انت الريسك اكثر من غيرك. طيب هنا السلايد مهم، لو جاتنا واحدة عندها هيستوري لون اكتوبيك بريجنسي حنقول له عندك الريسك حيضاعف 10 مرات مقارنة باللي ما عندها اكتوبيك بريجنسي. ولو عندها تيوبال دامج حنقول لها، او تيوبال دامج سواء كان انفكشن او تروما، حنقول لها حيزيد عندك الضعف 6 مرات مقارنة بالناس العاديين. ولو واحدة عندها جت عندها سوت استراليزيشن او عند او عمرها بين 35 إلى 40، حنقول لها الريسك حيزيد 3 اضعاف مقارنه باعمارهم من 15 إلى 24 وسؤون. بس في هنا عندنا حاجه مهمه في السيجرت سموكينج، اي وحده تيجي عندها نسالها في الهيستوري تقول اني مثلا كنت ادخن اكثر من 30 يوم، هنا نقدر نقول لها انك انت عندك الريسك من 3 إلى 5 حيزيد مقارنه بالناس العاديين. لكن لو انها قالت والله انا دخنت بس 10 ايام نقول لها لا، انت الريسك حقك نفس اللي ما دخلت. طيب نرجع لنفس السؤال، عندنا الاجوبه 10% بنسبه 63%، وهذا الجواب الصح لان عندها ريسك
عندها براير عندها الريكارنت ريت وهي عندها 1 ابيسود. فقلنا اذا عندها 1 ابيسود حيصير عندها الريت 10. طيب لو قلنا عندها 2 ابيسود اوف اكتوبيك بريجننسي فايش حيصير الريسك للمره الجايه؟ يا سلام الجواب 30. ليش؟ لانه هي عندها ريسك واحد عندها بريفيوس 1 فتصير 10، عندها بريفيوس 2 فالريسك للبريجننسي الجاي حيصير 30. طيب نروح للسؤال اللي بعده. Female patient diagnosed as ectopic pregnancy where she lives far away from the hospital. Her beta HCG level is 6000. What with an absent fetal heartbeat? What is the best management for her? Methotrexate, surgical, expectant management. طيب خلينا نتكلم شوي هنا عن المانجمنت تبع الاكتوبيك بريجننسي. عندنا ثلاث اوبشن للمانجمنت للاكتوبيك بريجننسي اللي هي الاكسبكتنت ثيرابي والميديكال ثيرابي وذ ميثوتريكسيت او سيرجيكال تريتمنت. طيب خلينا نبدا بالاكسبكتنت ثيرابي. خلينا نحط حاجه مهمه عندنا انه الاكسبكتنت ثيرابي من 47 الى 100% ان الام حتكمل البريجننسي وحيكون ما عندها اي مشاكل. فحاجه مهمه ان نبدا بالاكسبكتنت ثيرابي ما ندخل على طول على التريتمنت او السيرجري. طيب في انديكيشن في اشياء لازم تصير عند الام عشان نقول لها انت فت للاكسبكتنت ثيرابي. اول حاجه ان الام تكون ستيبل ويكون ما عندها بين فري بين تمام، والاكتوبيك بريجننسي ميجرمنت يكون اقل من 35 ملم with no visible heartbeat on the transvaginal ultrasound. وبرضو يمديها ترجع ريتين فول اب اذا كان بيتها بعيد او قريتها بعيده ما يمديها ترجع، هذا ما هي فت للاكسبكتنت ثيرابي. والاهم شيء انه يكون السيرم اتش سي جي كونسنتريشن اقل من 2000، بعضهم يقول 1100 لكن الريفرنس اب تو ديت يقول 2000 تمام. وهنا يكون 2000 وديكريزن وهو وينقص. طبعا النقص يكون كيف؟ يكون النقص 10% across two conservative measurement. يعني بعد ما حنشوفها اول ما تيجي عندنا حنقيس الـ HCG بعدين حنقيس مره ثانيه في اليوم الثاني واليوم الرابع واليوم السابع، ولازم فرق بينهم كل واحد بين الثاني يكون في نقص 10% عشان نقول انه الاكسبكتنت ثيرابي هذا ماشي مضبوط. طيب بالنسبة للميديكال مانجمنت الانديكيشن تقريبا نفس الميديكال ثيرابي لكن في اختلافات بسيطة بس. هيموديناميك ستيبل هذا نفس اللي فات، عندها نو كونترا انديكيشن للميثوتريكسيت ثيرابي تمام، يكون البيتا اس جي هنا الفرق اقل من 5000، واكيد لما نسوي التراساوند حيكون عندنا نو فيتال كارديك اكتيفيتي ديتكت ان ذا ترانسفيجنال التراساوند. وامديها willing and able to complete with post-partum treatment follow-up and with access to emergency medical service. يعني امديها ترجع للفولو-up. واهم شيء انه الاكتوبيك ماس سايز اقل من 30 الى 40 مليمتر. فهنا اهم حاجة عندنا انه يصير عندها البيتا اتسي جي اقل من 5000 والباقي تقريبا نفس الاكسبكتنت ثيرابي. طيب ايش هي الكونتراندكيشن للميديكال ثيرابي؟ تكون عندها desire intrauterine pregnancy heterotopic pregnancy. غالبا اللي يسوون infertile fertilization تلقيح صناعي يسووا لهم يصير عندهم twins. التوينز هذا واحد يكون normal في اليوترس والثاني يكون ectopic. فاذا اعطيناه ميثوتريكسيت حنسقط الاثنين وبهذا يصير مشكله. فغالبا ما نعطي ميثوتريكسيت اذا كان في heterotopic pregnancy. او تكون عندها hemodynamically unstable يكون عندها رابشر اكتوبيك او انها في البريست فيدنج او عندها مشاكل في الرينال او الليفر او الهيماتولوجيك بيز لاين فانكشن او عندها ميون ديفيشنسي او عندها مشكله في اللنجز اكتيف او تكون البيتا اس سي جي ليفل اكثر من 5000. طيب الام اللي نعطيها ميثوتريكسيت اول ما نعطيها ميثوتريكسيت حنقيس التو سيرم اس سي جي ميجر في اول اسبوع. يعني في اول اسبوع حنقيس مرتين البيتا اتش سي جي في اليوم الرابع وفي اليوم السابع، وبعدها حنستمر في قياس البيتا اتش سي جي كل اسبوع مره. طبعا اذا كان في نقص فهذا اللي نبغاه، لكن اذا ما كان في نقص او في يكون في ريز او بلاتو هذا لازم نرجع ونسوي له ري اسس
عشان نشوف هل نستمر في الميديكال ثيرابي او انا شفت تو سيرجيكال ثيرابي. طيب بالنسبه للسيرجيكال مانجمنت عندنا تو شوز، عندنا سالبينكتومي وسالبينكتومي. السالبينكتومي ان نشيل كل الفالوبيان تيوب، سالبينكتومي نشيل جزء من الفالوبيان تيوب. طبعا بوث تكنيكس هاف كومباريبل سكسيس ريت، لكن سالبينكتومي افضل من سالبينكتومي ولها سكسيس ريت اعلى. طبعا كل العمليات اللي نسويها اللابروسكوبيك تكنيك از بريفير اوفر لابروتومي. طيب في سؤال هنا، متى نسوي سالبينكتومي او سالبينكتومي؟ سالبينكتومي غالبا ناخذ جزء من الفالوبيان تيوب. ليش ناخذ جزء من الفالوبيان تيوب؟ يكون في مشكله في الفالوبيان تيوب الثانيه، تكون البيشن عندها مثلا هيستوري انفكشن للرايت لوب او الليفت يعني الجهه الثانيه، او تكون اصلا هي مسويه سالبينكتومي للجهه الثانيه. فاذا سوينا سالبينكتومي حنخلي البيشنت ما يقدر يسوي ما تقدر جيت بريجننت، فعشان كذا ما نبغى نسوي سالبينكتومي، نسوي سالبينكتومي عشان نحافظ على الديزاير تو جيت بريجننت. طيب الانديكيشن تبع السيرجري، الانديكيشن تبع السيرجري عكس اللي فات، تكون انستابل او تكون عندها ريسك فاكتور انها صار لها رابتشر اكتوبيك رابتشر، او عندها كونتر انديكيشن للميثوتريكسيت، او اصلا الفيل ميديكال ثيرابي. طبعا لما تصير هذه المشاكل كلها عندنا شغلتين، يا اننا ندخلها على طول امرجنسي سيرجري، او اننا لا نخليها كونكيرد سيرجيكال بروسيجر، يعني نهدي شويه ونشوف ايش افضل طريقه. متى ندخلها امرجنسي؟ اذا كانت اصلا هي هيمودينامك ان ستيبل، او ساين او سيمتوم اوف اون جوينج رابشر اوف اكتوبيك ماسس. لكن بالنسبه لل اللي نتأخر شوية في السيرجري، ممكن هي ترغب إنها تسوي سترلايزيشن، أو إنها تبغى تسوي برضو إنفيترو فيرتلايزيشن في الفيوتشر. فهذه ممكن نسوي عمليتين في نفس الوقت، بنحاول إننا ندرس الوضع أكثر. طيب الإنديكيشن للسيرجري زي ما قلنا عندها significant pain، أو الأدينكسل ماس أكثر من 35، أو عند الهارت بيت فيزيبل في الالتراساوند، او البيتا اس جي اكثر من 5000. فافضل حل اذا جاكم سؤال تشوفوا الاتش سي جي، اذا كان اكثر من 5000 فانت ما عندك الا تريتمنت واحد اللي هو السيرجري. والله اذا كان اكثر من 2000 فعندك انت الان شغلتين، يا ميديكال يا سيرجري. فهنا تبدا تشوف هل هي ستيبل، هل عندها سيجنيفيكانت بين، او الادينكس ماس اكثر من 35. اما اذا كان اقل من 2000 فهنا انت عندك 3 اوبشن، فلازم ترجع تعرف كل سيمتوم ايش هي عشان تقدر تفرق بين الانديكيشن للتريتمنت. طيب وفي هنا حاجه مهمه ذكروها لكن ما ادري ايش فائدتها، اللي هي اذا جت حرمه وحق بيتا اس جي بين ال 1500 و 5000 هنا، وعندها ساين وسيمتوم تبع الميديكال تريتمنت، انديكيشن للميديكال تريتمنت اللي هي نو سيجنفيكانت بين والادنكس ماس اقل من 35 ونو فيزبل هارت بيت، هنا ممكن نخيرها يا اننا نعطيها ميثوتريكسات او سيرجيكال مانجمنت. لكن خلينا نركز احنا على 2000 واقل من 5000 واكثر من 5000. طيب هنا نرجع سؤال البول بالله. طيب ما شاء الله 84% جاوبوا surgical intervention، وعندك أصلا شيئين يخلوك، أول شيء إنها أكثر البيتا اس جي أكثر من 6000، وأصلا الحرمة هذه ما يمديها live far away from the hospital، ما يمديها ترجع للفولو أب، فهنا نفضل surgical أكثر من الباقي. طيب السؤال الثالث هندخل على طول على البولينج. طيب 48% جاوبوا سالبينكتومي on the right only. طيب خلينا نقرأ السؤال. Woman who tried intravitreal fertilization and got ectopic pregnancy. On imaging there was tubal pregnancy on the right and hydrosalpinx on the left. What is the management? طيب هنا السؤال، عند البيشنت ectopic pregnancy تمام، وعندها الectopic pregnancy في right side، ولما نسوينا ultrasound للليفت حصلنا انه في عندها infection، عندها inflammation. فهنا افضل حل ان نسوي سالبينكتومي، ما يمدينا نشيل السالبينكتومي، هذا احتمال كبير انه ما يصير له اصلا في المستقبل فيرتلايزيشن، فكذا احنا خليناها
and desire to get pregnant. فأفضل جواب هنا حنسوي سلبينتومي للرايت بس, ما حنسوي للبوت ولا حنشيل التو تيوبس. طيب نروح للسؤال اللي بعده. Female pregnant in her first trimester develop bleeding and mild pain, was partially open and the product of conception can be palpated but denies history of passing tissue. What is the diagnosis? Incomplete threatening infectable septic. هنا حنتكلم شوية عن الابورشن. الارلي اللي يسمونه early bleeding in pregnancy هو أي bleeding يحصل قبل 12 weeks of gestation. Bleeding in the first trimester can be from many causes that may or may not related to the pregnancy. يعني مو شرط إنه يكون related to pregnancy. طيب إيش هي the frequent diagnosis؟ عندنا spontaneous abortion أو ectopic pregnancy أو molar pregnancy أو benign and malignant lesion سواء كان choriocarcinoma أو cervical cancer أو trauma. هذه الأشياء اللي دائما تحطها في بالك لما يجيك patient في first trimester bleeding. طيب خلينا نتكلم عن الابورشن. الابورشن هو سواء كان intention أو in intention termination of pregnancy في أقل من 20 gestation week أو كان الويت تبع الفيتال أقل من 500 جرام. طبعا يكون spontaneous أو induced. هنا جميع الأنواع تبع الابورشن. ودائما لما يجيك سؤال عن الابورشن حاول انك تدور على الثلاث اشياء هذه اللي هي الهيستوري, البيشنت جاي بايش, ايش مشكلته, هل جاي ببليدنج ولا كرامبنج ولا ايش وضعه, والباسج اوف تيشو يعني هل كان في باسج اوف تيشو من الفجينا ولا لا. بعدين لما تسوي كلينيكال اكزامينشن حتشوف السيركس هل هو كلوز او اوبن. تمام خلينا نبدا باول واحد ثريتنج ابورشن. الثريتنج ابورشن حتجيك البيشنت حتقول عندها فجينال بليدنج vaginal bleeding only والباسج اوف تيشو ما في اي باسج اوف تيشو, ولما تسوي examination للأس حتلاقيه كلوز. فهنا 50% من البريجنسي 50% من البريجنسي دول حيكملون طبيعي وحيستمرون وان شاء الله يولدون طبيعي. فهنا افضل حاجه هتسوي لهم مانجمنت, حتسوي ترانسفجال التراساوند وحتسوي continuous HCG level, حتشوف الـ HCG هل هو يتزايد ولا لا. إذا تزايد معناه الحمد لله الوضع تمام, وطبعا ما حتتدخل أي تدخل بس expected management. طيب بالنسبة للـ infectable abortion هنا لا, هنا البيشن حيصير عنده cramping وbleeding. شفت ركزوا على cramping. طبعا لما تسوي الـ passage of tissue حتسألها حيتقول ما في أي passage of tissue, ولما تسوي examination للـ cervix حتلاقيه open. فهنا خلاص أصلاً الأبورشن is infectable, ما في فائدة, ما حيكمل الحمل. فهنا يا أنك تنتظر أسبوعين expecting management ونورمالي حيصير deliver لكل product of conception أو أنك سوي dilate and curettage. طيب لو بالنسبة للincomplete abortion حتجيك نفس المشكلة cramping bleeding وممكن كمان bleeding مستمر, لكن لما تسألها عن الباسج اوف تيشو حتقول ايوه some but not all تيشو بس. لما تسوي التراساوند حتلاقي some of the tissue are still there, ولما تسوي examination للسيرفيس حتلاقي open. هنا اصلا خلاص البيشنت non viable ولازم تتدخل على طول تسوي dilate and curettage, لانك لو استنيت البيشنت هي في دم في bleeding فهنا حتدخلها في الهيموديناميك كان stable وبرضه احتمال انها تدخل على السبتيك ابورشن, فعلى طول ما يحتاج ان ننتظر. بالنسبه للكومبليت نفس اللي فات نفس الانكومبليت, لكن الفرق هنا لما تسوي التراساوند حتلاقي اليوترس كلير ما في اي برودكت اوف كونسبشن, ولما تسوي سيرفكس الاكزامينشن حتلاقي كلوز. بعض الاحيان يكون اوبن لكن مينلي كلوز. فهنا نون فايبل وحتسوي فولو اب للـ HCG level. هنا ما سوينا dilate and curettage زي الـ incomplete لأنه خلاص إن الـ uterus clear, إلا إذا الـ HCG level ما زال مرتفع فهنا لازم تتدخل وتسوي dilate and curettage, لكن mainly فولو اب بيكون. بالنسبة للـ missed abortion, missed من اسمها ما هي عارفة هي إيش صار لها ولا هي ما عندها أي معلومات. تسأل عن history تقول no symptom بس إنها جاية تكون
تقول احس انه شو اسمه الجنين ما يتحرك او انه الجنين ما قاعد البطن ما قاعد تكبر. فهنا حتسوي حتسالها عن الباسج اوف تيشو, حيكون ما في باسج اوف تيشو, حتسوي اكزيمينيشن للاس حتلاقيه كلوز, فهنا نون فايبل اصلا لانه اصلا حيكون غالبا اليوترس كلير. وهنا لازم تتدخل, هنا لازم برضو نفس الكلام بالنسبه للانفيتبل, حتسوي اكسبكتنت ثيرابي تقريبا مده اسبوعين, بعدها حيصير يا كلير او تدخل وتسوي دايليت اند كروتاج. بالنسبه للسيبتيك اوشن البيشن حيجي معاه مشاكل كثيره, في فار ابدومينال بلفيك بين وربشر اوف ممبرين واحتمال واحتمال ما يصير عنده باسج اوف تيشو والكلوز والهيموديناميك, غالبا البيشن حيجي هيموديناميك انستابل, فهنا لازم تعطيه اي في انتيبايوتيك دايليتد اند كروتاج. فهنا عشان نختصر الوضع, اول ما يجيك البيشن ركز على ثلاث اسئله, حتسال ايش المشكله اللي جاي بيها, وحتشوف هل في باسج اوف تيشو وهل السيرفيك اوبن ولا كلوز. نرجع للسؤال. جميل, الأغلب جواب الانفيتبل 50 51%. طيب خلينا نرجع للسؤال. هنا عندنا فيميل بريجنت ان هير فيرست تريمستر ديفلوب بليدنج اند مايلد بين, عندها بس بين الاس بارشلي اوبن, ما دام ان الاس اوبن على طول حنشيل الثريتين حنكنسلها, يعني عندنا انكمبليت وانفيتبل وعندنا سيبتيك. طيب and the product with consumption can be palpated but denies history of passage. لما سوينا product with consumption palpated بالبيت لقينا انه في product with consumption, ف incomplete هنا حيكون partially او حيكون not palpated. تمام, وهنا تبقى هنا الحاجه المهمه اللي تفرق بين incomplete وال infectable but denies history of passing tissue, ما في اي باس اوف تيشو, فانون كومبليت هنا حيكون برضو حنكنسله, والبيش هنا هيموديناميك ستيبل, فالسبتك هنا غالبا ما حتكون, وبرضو احنا قلنا انه may or may not find passage of tissue. طيب سؤال خمسة برضو ناخذ البول على طول. طيب 54 جاوبوا الميست ابورشن. خلينا نقرأ السؤال. A young female pregnant in her 28th weeks. Pregnancy test was done at home. She present with a mild bleeding, losses of fetal movement. She denies any passage of tissue or abdominal pain. Transvaginal ultrasound was done and show pregnancy of 18 weeks and no heartbeat. What is your diagnosis? هنا الجواب حيكون missed abortion. Incomplete. طيب ايوه هنا البيشنت سوينا الالتراساوند جت عندها مشكله بس مايلد بليدنج, ما في اي مشاكل, ما في بين, ما في اي شيء في البيشنت. ولما سوينا الالتراساوند هي المفروض انها في 28 ويكس, لما سوينا الالتراساوند لقيناها في 18 ويكس, معناها انه في نقص كبير في الفيتال جروث. والترانسفاجينال الالتراساوند واز دان اند شو بيجمنتس اوف فيتي اند نو هارت بيت. وبرضه لما سوينا غالبا هنا حيكون لما نسوي الالتراساوند لما نسوي اكزيمينيشن للانترنال اوس حنلاقي كلوز, فهنا الجواب ميست ابورشن. ونروح السؤال اللي بعده. Female pregnant at 7 weeks of gestation present with the vaginal spotting, ultrasound fetal heart is positive, pelvic vaginal examination show a closed os, what is the possible diagnosis? Infitable, threatening abortion, missed abortion, complete abortion. طيب هنا ما شاء الله 91% جاوبوا threatening abortion. باش نجي عنده vaginal spotting, fetal heart positive, فحنكنسل على طول complete abortion. لما سوينا البيبي البلفيك vaginal examination حنلاقينا cervic close, فالinfitable برضو نكنسلوه. وما دام انه في fetal heart positive فالمست برضو حتروح, فما حيبقى الا ثريتنج ابورشن. طيب نخش في الموضوع اللي بعده. A pregnant woman present with a massive vaginal bleeding from the abruption placenta, what's the best management to save her life? Immediate IV fluid, immediate blood transfusion, call multidisciplinary team او immediate delivery. خلينا نتكلم شويه عن البلاسينتا ابروبشن. البلاسينتا ابروبشن هي normally separate in the third stage of labor.
abruption placenta is defined as hemorrhage occur in the pregnancy due to separation of normal suited placenta. ولها اسمين ثانيين اللي يسمونها accidental hemorrhage أو premature separation of placenta. Primary and most common cause of painful late pregnancy bleeding. أي history يجيك late pregnancy و painful أول differential diagnosis placental abruption. وهي غالبا مشاكل دائما الدي اي سي يكون سببها الرئيسي الابربشن هذه وغالبا في البلاك كومن. طيب ايش نسوي مانجمنت تبع البلاسنتال ابربشن؟ دائما نبغى نركز على المانجمنت تبع البلاسنتال ابربشن حنركز على ثلاث اشياء: الفيتال جستيشن ايج والفيتال ستيت والهيموديناميك ستيت اوف ذا مذر. هذه ثلاث اشياء نشوفها بعدها حنقرر. طبعا حنسوي اول حاجه انتنسيف ريسيتيشن with blood plus corticosteroid and delivery is the usual management. لكن حنفصل عليها نفصل فيها شوية طبعا. طيب لو بالنسبة للمود اوف delivery لو جاء الفيتس لايفنج يعني سوينا التراساوند لقينا الفيتس حي حنشوف هل هو distressed ولا لا. إذا كان distressed على طول حندخل نسوي CS. لو كان not distressed حنسوي له vaginal delivery إلا إذا كان في indication CS. هنا لازم نسوي CS. بالنسبة للفيتال إذا الفيتال ديد هنا حنسوي له فجال ديليفري إلا إذا في إنديكيشن لل CS سواء كان عندهم الأم أصلا عندها أوبستريك فاكتور الإنديكيشن لل CS أو إنها هي داخلة في هيموريجيك وسيفير ونوت ستيبل. طيب الآن في هنا عندنا أربع أشياء لازم نركز أربع سيناريوهات. واحد جاء عنده أم جت عندها البيشن الفيتال تيرم وهيموديناميك ستيبل. هنا حنسوي لها بلان فور فاجينال ديليفري بإندكشن أوف ليبر وذ سي إس وحنسوي لها سي إس إذا في أي إنديكيشن له. أي واحدة تجي تيرم وستيبل هذه فاجينال ديليفري إلا إذا في إنديكيشن للسي إس. وبرضه حنركز على الهيماتوكريت والكوأجوليشن ستدي وبرضه حنسوي فيتال سكالب الكترون عشان نشوف البيشن الفيتال هل هو ما زال انه يعني مستقر ولا لا. طيب بالنسبه لو جت لنا الام ومعها بريتيرم وستيبل هنا 82% من الابربشن بلاسنتال ابربشن اللي يجون قبل 20 ويكس حيصير لهم بروجريس وحيكملوا التيرم. بالنسبه لل 27% من ال 27% من اللي يجون بعد ال 20 ويكس هذول حيصير لهم تيرب والدليفري حيكون ما في اي مشكله. طيب اذا جتنا الحرمه وهي بريتيرم وستيبل حنشوف هل عندها الليبر ابسنت ولا الليبر وذ ليبر ولا بدون ليبر. طبعا اذا كان فيها اذا كانت ابسنت اوف ليبر حنسوي الترا ساوند وحنسوي ايفالويشن للفيتال جروث من بعد من 24 ونستمر نسوي continuous evaluation للألتراساوند وبرضه حنعطيه ستيرويد عشان نسوي lung maturity. طبعا إذا صار أي مشكلة للفيتال أو للأم instability يعني على طول هذا حنسوي delivery للفيتس. والله لو جت لنا الأم وهي preterm وعندها labor active labor هنا حنسوي complete stable hemodynamic and reassessing fetal sign. بعدين حنعطيها tocolysis ونعطيها magnesium sulfate عشان نسوي brain development maturity وبرضه حنعطيها كورتيكوستيرويد عشان نسوي lung maturity. واذا في اي مشكله صارت كومبرومايز برضه حنسوي delivery نسوي delivery بعد resuscitation. هنا حاجه مهمه لازم نسوي resuscitation بعدين نسوي delivery حتى لو كانت active label. طيب لو كانت term gestation و unstable هنا حنعطي aggressive fluid resuscitation حنعطيها ريد بلاد سيل وحنعطيها فريش فروزن بلازما وحنعطيها بليتليت وبرضه لازم نسوي منتيل الفايبرونجين والهيماتوكريت والبليتليت. هذه كل الاشياء لازم نركز عليها. بعدها حنسوي ارجن سيزيريان سكشن الاس اذا الفاجينال ديليفري في الامنيت يعني كراونينج. ايش معنى هذه؟ معناها ان الام جات وعندها نفس المشاكل هذه التيرم ونستيبل لكن لما سوينا اكزامينيشن لقينا الفيتلز الهيد عدى الانترنال اس فهو الحين ستوك في السيرفكس. فهنا لا حنكمل فاجينال ديليفري وحيطلع البيبي ان شاء الله
لانه لو سوينا سي اس هنا اصلا البيشن الهيد ستوك فحنسبب مشاكل البيشن وما حيطلع فنكمل فجال الدليفري. طيب لو جاء البيشن بريتير وبرضه هيموديناميك ان ستيبل هنا دليفري شود بي بيرفورم افتر ابروبريت ريسيستنس نسوي ريسيستنس ونسوي دليفري بغض النظر عن عمره بغض النظر عن الاستابيليتي. وهنا الـ principal approach للـ management إذا جاء الباشن حنسوي evaluation الـ ABCD approach. طبعا هذه الأشياء حنسويها لكن من اللي يسويها هذه أول ما يجي الباشن عنده instability أو عنده مشاكل على طول حندق على الـ multidisciplinary team. الـ multidisciplinary team إيش هذه؟ معناها كل الـ obstetric والـ surgeon والـ anesthesia كلهم يجون ويسوون الـ ABCD approach هذه بحيث انه يسوون استابلايز للبيشنت. طيب هنا فرق بسيط عن البلاسنتا ابربشن والبلاسنتا بريفيا. اهم حاجه انه البيشنت هنا حيجيك ببين سيفير بين والبليدنج حيكون دارك بلو البليدنج البلد حيكون دارك والالتراساوند ما حتلاقي البلاسنتا لو تمام. اما بالنسبه للبريفيا حيكون البلد برايت ريد ونو بليدنج وبرضه لما تسوي الالتراساوند حتلاقي البلاسنتا لو. وهنا غالبا يكون السيناريو ام كانت نايمه ولما قامت لقت نفسها في 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 بليدنج فهنا دائما سسبكت بلاسنتا بريفي حنسوي الالتراساوند على طول عشان نفرق بينه. نرجع للسؤال ونشوف البون. طيب 62% جاوبوا جواب سي وهذا هو الجواب الصح. احنا قلنا اول حاجه تسوي كول مالتي ديسيبلين تيم هم اللي بيسوون الاي في الاي بي سي دي ابروتش اللي سواء اي في فلويد ولا بلاد ترانسفيوجن ولا بيتخذوا يسوون ايميديت ديليفري. طيب نروح السؤال 8. ثيرد تريمستر بريجننت وومن وذ فاجينال بليدنج abdominal examination show length less than the gestation age. CTG show late deceleration diagnosis. Placental previa, vasa previa, placental abruption أو laceration. طيب خلينا هنا برضو نتكلم شوية عن الفازا بريفيا. إيش هي الفازا بريفيا؟ هي when the umbilical cord inserted into the membranes instead of the central placental disc. يعني البلاسنتا صار هنا في الممبرينس instead of the placental disc. فهذا في هذه المشكلة هتسببنا إيش؟ إنه ما في protected للplacental tissue ما في أي protected وبرضو الوارتنجيل اللي يكون هذا موجود اللي يكون موجود في الامبليكال vein والarteries هيكون ما هو protected وهيكون risk لأي injury أو أي pressure له. فغالبا يكون المشكلة تكون لما يكون في active labor أو سوين immunotomy عشان نسوي induce للليبر. فهنا حنلاقي على طول البيشن حيجي بثلاث أشياء اللي هي رابشر الأم صار لها رابشر في ممبرين بعدين صار لها بينلس فجاينال بليدنج عندها بين فجاينال بليدنج لكنه بينلس. لما نسوي فيتال سكالب أو سي تي جي حنلاقي الفيتال براديكارديا أو late deceleration. ليش ما في الأم حتكون ستيبل؟ لأنه هذا أصلا البليدنج جاي من نفس الفيتوس مو نفس الأم بعكس الابروبشن. طيب إذا جانا البيشن وكونفيرم إنه بلاسنتا بريفيا وفي الثيرد تريمستر لازم نسوي له إلكتيف سيزيرين سكشن قبل ما تصير لها أي ليبر عشان ما ندخل الفيتال لأي ستريس ديستريس. طيب في in case of vasa previa that develop premature rupture of membrane and labor at visible gestation age, a cesarean section should be performed without any delay. لازم أي باشن شفنا إنه viable إنه يخش viable إنه يتولد فهنا على طول حنسوي CS. طيب متى حنسوي CS؟ إذا جانا واحد قبل إذا جتنا الأم قبل في الثيرد تريمستر يعني قبل ما تجي لها الليبر وقبل ما تجي لها اي مشاكل حنولدها غالبا بالسي اس في من 34 الى 36 ويك. ولما تكون عمر لما يكون العمر البيبي 32 ويكس هنا غالبا حنعطيه كورتيكوستيرويد لانه الريسك للبريتيرم عالي
فنحن ما لما ندخل البيشنت للريسك فنعطيه كورتيكوستيرويد في الأسبوع الثاني والثلاثين. هنا مقارنة بين الثلاثة البلاسنتا أبربشن وبلاسنتا بريفيا وبلاسنتا أوفاز بريفيا. خلينا نركز نحن على الدياغنوستيك كريتيريا والبرزنتيشن. هنا زي ما قلنا بلاسنتا أبربشن حتكون كلينيكلي دياغنوز ما يحتاج الالتراساوند ولا شيء، لكن حتكون غالبا فوكس للالتراساوند للكلينيكال دياغنوز. وهنا البرزنتيشن قلنا حيكون اكيوت سيفير ابدومينال بين وذ فاجينال بليدنج اند ميبي ذا بيشنت ويل جو تو شوك. بالنسبه للبلاسنتا بريف حنسوي الالتراساوند حنشوف لو ست بلاسنتا وهذا كونفيرم للبلاسنتا بريف. البرزنتيشن البيشنت ميبي ويل بريزنت ويل بينلس فاجينال بليدنج. بالنسبه للفازا بريفيا هنا حنسوي الترا ساوند كلر دوبلر تيست فور فيتال بلاد ان فاجينال بلاد. هنا حنسوي دوبلر حنلاقي الارتري والفين تبع الامبليكال تبع الكورد يكون طالع من البلاسنتا ويدخل على الفيتس ويكون في امبروتكتد بارت. وهنا حيكون فاجينال بليدنج يوجوالي مادر هيمودايناميك ستيبل، المادر حتكون ستيبل. طيب نرجع للسؤال. طيب هنا ما شاء الله 68% جاوبوا فاز بريفيا، و هنا السي تي جي شو لو ليت ديسيليريشن دايجنوز وهذه الدايجنوز او برزنتيشن تبع الفاز بريفيا. طيب بالنسبه للسؤال التاسع 34 فيميل مالتي بارا افتر 30 مينيت فروم ديليفري هير بيبي ديليفر هير بيبي شي بريزنت وذ بليدنج فروم هير فاجينا. Massage is done and oxytocin done. In the inspection, you found it due to laceration 2 centimeters. You tried to suture it, it's not possible. What should you do? A prostaglandin or oxytocin or supportive measurement, or explore the uterus and examine it. طيب خلينا نتكلم هنا عن primary postpartum hemorrhage. إيش يعني postpartum hemorrhage primary؟ إنه يكون في bleeding أكثر من 500 ملليلتر إذا كانت vaginal delivery. أو إنه يكون أكثر من 1000 إذا كانت after CS ويكون خلال 24 ساعة من بعد الولادة. هذه لما برايمري بعد 24 هذه يسمونها secondary. طيب في عندنا أنواع، هذه أكثر أنواع اللي موجودة. بالنسبة للإنفيرجن إنفيرجن هنا لما تسوي examination الأبدومين ما حمديك تسوي بالبيت اليوترس وحتلاقي رد lead bulging body in the from the vagina. هنا المانجمنت حتسوي elevate الفاجينال فورنكس وحتعطي IV oxytocin وحتسوي manual return back لليوترس. بالنسبة للأتوني هو الموست كومن 80% اللي يجي للبيشن، حتسوي بالبيت لليوترس حتلاقيه دوغي أو بوغي. فهنا التريتمنت حيكون يتراي مساج واكتوتوسين وأرغومترين أو بروستاجلاند. بالنسبة للاسيريشن وغالبا 15% يكون حتشوف في تير سواء في الفاجينة أو في السيربكس، والتريتمنت حيكون سوتشر أند ريبير والريتين بلاسنتا. البلاسنتا لما تسوي لها تراكشن حتلاقيها ما طلعت كاملة incomplete. فهنا مانوال ريموفل أوف يوتراين أند كيروتاج. هذا غالبا يكون رير أصلا، والتريتمنت حيكون ريموف برودكت كونسبت وحندخلها الاي سي يو كير. بالنسبه لو سوينا لو جانا البليدنج وحاولنا ان نشخص وما عرفنا ان اكسبلين هنا وعندنا بريزيستنت بليدنج هنا لازم نسوي لايجيت فيسل او نسوي هيستركتومي. طيب خلينا نشوف النايس جايد لاين يقول لنا اذا عندنا وومن بوست بارتم هيمريج على طول حنسوي كول فور هير وحنسوي امبتي كاثيتر، حنسوي يوترين مساج واليوتروتونيك دراجز اللي هو اوكسيتوسين والاندروميترين، وحنسوي انترافينوس فلويد. وبرضو اذا البلاسنتا لسه نوت ديليفر حنسوي كنترول كورد تراكشن اف ذا بلاسنتا هاز نوت ييت بين ديليفر. وبنسوي كونتينوس بلاد لوز اسس عشان نشوف هل في بلاد لوز او البيشنت دخل في شوك ولا لا، ولا ننسى الاكسجين. طيب بالنسبة للادمنستريشن في الفيرست لاين تريتمنت حنعطي اكسيتوسين 10 ملي 10 انترناشونال يونت انترفينسي، او نعطي ارغوميترين نص انترماسكولر، او نعطي كومباينيشن الاكسيتوسين والارغوميترين 5.5 مره.
طيب لو 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 قلنا لازم نعطيها second line treatment، هنا ما في أي دواء نقول لازم في السكند لاين تعطيه، في السكند لاين تريتمنت نقول لازم تعطي هذا الدواء، لا، على حسب اللي ينفع البيشنت حنعطيه. إيش حنعطيه؟ حنعطي أكسيتوسين انترفينسي أو إرغوميتريان، حنعطيه يعني السكند دوز أو كومبينيشن برضو للأكسيتوسين والإرغوميتريان. برضو ممكن حنعطي ميزوبرستول أو الأكسيتوسين أو كاربوبروست انترموسكال. طيب بالنسبة لل بالنسبة إذا الهيمرج لسه كونتينيوس بعد ما سوينا ذا كله والهيمرج لسه كونتينيوس، هنا حسوي لازم بالفورم examination under anesthesia ensure that the uterus is empty and repair any trauma و consider balloon tamponade before surgical option. تمام. Be aware that no particular surgical procedure can be recommended over any other، وهذا نفس ال نفس اللي قلنا بالنسبة للتريتمنت للميديكال تريتمنت، ما في أي عملية نقول لازم نسويها على الثانية، لكن هنا أهم شيء إذا الهيمرج كونتينيوس لازم نسوي بيرفورم إكزامينيشن أندر أنستيجيا، ولازم نسوي إنشور ذا يوترس إز إمبتي أند ريبير أني تروما. طيب في حاجة مهمة هنا، أي بيشن يجي عنده بوست بارتم هيمرج لازم نسوي اليوتراين بايمانوال اليوتراين مساج، وهذا حاجة مهمة لازم ما نحس إنها ما هي مهمة. وهنا لازم نسوي أسس للهيموديناميك اللي تبع البيشن، لأنه إذا كان البيشن أنستيبل ونحن مستمرين في ومستمر في البليدنج، هنا بعدين حيصير لها مشكلة في الكمبنسيت بعد ما نسوي ستيبلايز البليدنج. نرجع للسؤال نفسه. طيب هنا خليني أقرأ السؤال مرة ثانية. في عندكم 41% جاوبوا explore the uterus and examine. 34 female multibar after 30 minutes from deliver her baby she present with bleeding from her vagina. طيب أعطينا مساج أعطينا oxytocin، لما سوينا inspection للuterus لقينا فيه laceration. تمام. وحاولنا نسوي suture للlaceration لكن ما قدرنا. فهنا خلاص ليش تعطي بروستاغلاندين او اوكسيتوسين او سيرجيكال سبورتيف مانجمنت؟ انا عارف ايش المشكله اللي هو لاسيريشن، فهنا لازم نسوي اكسبلور ذا يوترس اند اكزامين ات، وبرضه حنسوي لاسيريشن نسوي سويتش للاسيريشن نفسه هذا، فما يحتاج ان نخش للميديكال ثيرابي. نحن قلنا اول انه ما في اي دواء نقول لازم تمشي على بروتوكول كذا تقول لازم تعطي اكسيتوسين بعدين اذا ما ضبط تعطي مره ثانيه اكسيتوسين، لا، ما دام انه انا اعرف انه البيشن هذا حينفع مع انه اكسبلور ذا يوترس واكزامينت ونسوي له سوتشر، فخلاص انا امشي مع هذا الجواب. طيب اخر سؤال برضو نحتاج البول، هذا مشروح كده. 41 جاوب بي لاين سوتشر و 42 جاوبوا يوتراين فيسل ليجيشن، والجواب يوتراين فيسل ليجيشن. لو رجعنا للسيناريو، تمام، و 29 women have bleeding after vaginal delivery she is not respond to oxytocin and massage patient is hemodynamic stable what is your do what you will do next step. هنا اصلا ايش الدياجنوز؟ هل هو vaginal inversion؟ هل هو اتوني؟ هو laceration؟ نحن ما نعرف الحين، يعني ان اكسبلين vaginal bleeding. تمام. ودائما اذا كان المشكله ان اكسبلين، واصلا الفيسل ليجيشن هذا يوتراين فيسل ليجيشن هذا انترفينشن ترى عادي مره، يعني ما نسوي الا متاخر، فاصلا هنا في البيش انا ما نعرف ايش الدياجنوز، وحاولنا ان نسوي دياجنوز ما قدرنا، فهنا لازم على طول تستبلاي البيش نسوي يوتراين فيسل ليجيشن. لو رجعنا لل الملف شو اسمه الجدول هذا، قلنا ان اكسبلين دياجنوز، هنا على طول حنسوي ليجيت فيسل or hysterectomy، لأنه لو استمرينا خلينا البيشن ينزف حندخله في شوك وحيموت البيشن، فهنا الجواب حيكون uterine fistula ligation. طبعا بالنسبة عشان ما تلخبطون، بالنسبة للبي لينش سوتشر والهيستركتومي والانجيو امبلايزيشن، البي لينش سوتشر دائما يكون في اليوتراين اتوني، فعشان كذا خلينا ناخذه فيه بسرعة على اليوتراين اتوني وما هو الا سلايدين. اليوتراين اتوني حيكون الريسك فاكتور البيش عنده اصلا هي عندها مالتي بارا او عندها اوفر ديستنس يعني اوبيس او عندها اسايتس او انها عندها برولينجت ليبر
أو إنها استخدمت أوكسيتوسين في أو توكسولايسيس في نفس الدليفري. طبعًا هتكون إيش عندها؟ هتيجي إيش عندها؟ هيكون bright red vaginal bleeding loses of uterine tone on abdominal examination. لما تسوي بالبيشن هتلاقي بوجي يترس. تمام؟ فهنا إيش التريتمنت حقة اليوتراين أتوني؟ هنسوي يوتراين بالون تمبلات أو باكينج. إذا البليدنج لسه بريزست هنا حننتقل إلى الشغلة الثانية اللي هي كومبرست سوتشر اللي هي بيلينج سوتشر اللي هي هذه. هنسوي سوتشر وحنسوي كومبرست بحيث إنه يوقف البليدنج. طيب إذا ما ضبط حنروح للسيرجيكال ليجيشن أوف يوتراين أور إنترنال إليك أرتري. وهذا اللي قلت لكم إنه هذا إنترفنشن عالي لازم ما نستخدمه إلا آخر شيء. فعشان كده استخدمنا الكمبريشن سوتشر للبيلينش بعدين استخدمنا السيرجيكال ليجيشن. لو ما ضبط حنضطر إن نسوي هيستركتومي كامل لليوترس. فهنا نفس ما قلنا الجنرال ثيرابي الجنرال انترفنشن وهنا الباكينج يسوون باكينج وهنا اليوتري ارتري ليجيشن وهنا هايبوغاستريك ارتري ليجيشن. وكذا انتهينا من السلايدات وهذه الريفرنس. الله يجزاكم خير ويكتب اجركم ويسر اموركم ويرزقكم اكثر من اعتمد. خلينا نشوف بس الاسئله. سؤال ثلاثه. طيب بالنسبه لسؤال ثلاثه زي ما اتفقنا اذا البيشن بالنسبه للسيرجري عندنا تو شويس يا سلبينيتومي او سلبينيكتومي. سلبينيتومي حناخذ جزء بس من الفلوبيان تيوب اما سلبينيكتومي حناخذ التيوب كامل. فهنا في السؤال البيشن عندها انفلاميشن هيدروس البنكس اون ذا ليفت يعني عندها انفلاميشن في الرايت تيوبس في الليفت تيوبس وغالبا الانفلاميشن هذا حيسبب مشكله في الانفيرتي في الانفيرتيليتي. فلو شلنا الرايت كامل وعندها اصلا مشكله في الليفت فخلاص هذا البيشن احتمال كبير انها مات جت بريجننت ابد. فعشان نحافظ عليه لازم نسوي سلبينوتومي بس للرايت اللي هي في الاكتوبيك. احنا ما علينا الحين باللفت احنا عندنا مشكله الان الاكتوبيك في اليمين. حنخش حنسوي ناخذ جزء بس من السلبينوتومي اللي في الرايت لوب في حال التوام واحد اكتوبيك وواحد عادي. ايش نسوي؟ غالبا حتكون سيرجيكال انترفنشن. سؤال خمسة. There is still pregnancy content in the uterine. How the answer is abortion. طيب young female pregnant in her 28 week pregnancy test was done at home. She presented with mild bleeding, loses of fetal movement. She denied any passage of tissue or abdominal pain. Transvaginal ultrasound was done and showed pregnancy of 18 weeks and no heartbeat. What is your diagnosis? I missed abortion. لأنه أول حاجة إنه ما في history إنه البيشن عندها مشاكل سواء بين أو كرامبينج بين. ولما سوينا حسبنا الويكس لقينا في ويكس فرق كثير والبيشن جاية مشكلتها إيش قلنا إنه تقول إن تحس إن الأبدومن ما في له أي growth يعني تحس إن البيبي ما في له أي يعني لها شهر كامل وما في أي growth للأبدومن. فهنا نقول إن احتمال كبير إنه missed abortion. Incomplete هيكون في هتحس انه في كرامبينج ومو كرامبينج في باسج اوف برودكت كونسبشن لكن هنا ما وغالبا يكون كذا السيناريو. الثيرد ابورشن حنسوي ما حيكون في فرق كبير زي كذا وبرضه حتكون البيشنت حنسوي الارتر ساوند حيكون في فيتال هارت بيت. هنا يقول لك نو هارت بيت فهنا الجواب ثريتنج حنستبعد. بالنسبه للميست ابورشن ايوه غالبا تكون صار لها ميست من اسمها سموها ميست لانه الام ما تدري ما في لها ما تعطيك هيستوري واضح انه صار في كرامبينج او صار في كلوتينج في بليدينج او اي شيء. تكون بس عندها بليدينج خفيف وسوت الالترا ساوند وتحس انه البيبي ما قاعد يصير له جروث في الابدومن وما في موفمنت ما في اي كيكينج في الابدومن. فتيجي فنسوي لها الترا ساوند حنشوف انه في فرق كبير في الويكس والهيستوري ما هو واضح. ولما نسوي برضو هارت بيت الترا ساوند حنلاقي ما في هارت بيت. ولما نسوي الحاجه المهمه لما نسوي اكزامينيشن السيرفكس
حنلاقي close لكن بالنسبة للincomplete والinfitable حنلاقي open. فأكيد نفرق بين المست والinfitable. بالنسبة لل وهذا الجدول اللي سألوا عنه شوف هنا الinfitable حيكون في cramping and bleeding والأس open. أما بالنسبة للأبدومين ما تدري أصلا هي السالة لكن إنه جاية مشكلتها إن الوحيدة إنه الأبدومين ما قاعد تكبر وما في كيكينج وتحس إنه النوزيا والفوميتينج والساين سيمتم تبع البريجنانسي راحت ما في أي ساين سيمتم تحس إنه وضعها رجع طبيعي. فحتسوي إكزاميشن للأس حتلاقي كلوز وما في هيستوري والباسج أوف سول ما تدري أو ما في أصلا. فهنا الفرق بين الانفيتبل والمستبور. لا دائما قلنا إذا البيشن جاء وهو طبيعي ما في له أي مشكلة وكان عنده اكتبك برغنانسي فنفضل السلبينكتومي على السلبينوتومي لأنه الريت حقها أفضل السكسيد ريت عنده عندها أفضل. شوف هنا قلنا إيش however some study have found that succeed rate are less with salbinectomy فعشان كده نفضل salbinectomy. تمام يعطيكم العافية. يعطيك العافية دكتور ياسر.